ونبقى في أجواء القمة الخليجية المنعقدة في المملكة، حيث أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام، أكد أن الدورة 37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تمثل حدثا تاريخيا في مسيرة العمل الخليجي المشترك. نعم، هذا وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن القمة تمثل أيضا دفعة جديدة على طريق مواصلة مسيرة الخير والعطاء والتنمية الشاملة لدول المجلس وشعوبها وحفظ هويتها وأمنها واستقرارها. جاء ذلك لدى افتتاح سعادته للمركز والمعرض الإعلامي المصاحب. خلال افتتاحه المركز الإعلامي والمعرض المصاحب لقمة المنامة الخليجية بمركز المؤتمرات في فندق الخليج، أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام على أن الدورة 37 للقمة الخليجية برئاسة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله تمثل دفعة جديدة على طريق مواصلة مسيرة الخير والعطاء والتنمية الشاملة لدول المجلس وشعوبها وحفظ هويتها وأمنها واستقرارها ومتابعة إنجازاتها التكاملية نحو الاتحاد الخليجي المنشود. أنا الحقيقة جدا سعيد، حضور أكثر من 350 إعلامي يمثلون 52 مؤسسة إعلامية خليجية وعربية ودولية، مشاركة أشقائنا بدول مجلس التعاون في المملكة المغربية، الأردن، مصر، كلها هذه مؤشرات نجاح هذه القمة إعلاميا. جميع القطاعات اليوم موجودة، قطاع الإعلام الخارجي، وكالات الأنباء، مدراء الأخبار، عدد كبير من مقدمين البرامج السياسية الموجودين في قنواتنا الفضائية اليوم حاضرين هذا المركز، فهذه كلها مؤشرات نجاح. احنا اولا واخيرا نخدم بلد واحد هو الخليج العربي، خليجنا العربي بلد واحد، وتشوفون اليوم من خلال قنواتنا الفضائية، اي متابع اليوم للقنوات الفضائية الخليجية يعرف بان الخليج هو بلد واحد. فانا اتمنى للجميع التوفيق، واتمنى ان احنا نقدر نقدم شيء من التسهيلات اللي يحتاجونها الاعلاميين. البحرين بلدكم، أنتم هل الدار وحنا عندكم ضيوف. كما حضر الافتتاح السيد خالد بن سالم بن محمد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والسادة رؤساء الوفود الإعلامية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وأكثر من 350 صحفي وإعلامي يمثلون 52 وكالة أنباء ومؤسسة صحفية وإعلامية خليجية وعربية ودولية، أكدوا على أهمية هذه القمة وما يحمله جدول أعمالها من موضوعات وقرارات تصب في مجال تعزيز العمل التعاوني المشترك بين دول المجلس، والذي ينعكس على دول وشعوب المجلس من خلال توحيد الرؤى والمواقف السياسية إزاء الملفات المحلية والإقليمية والدولية. بلا شك جميع الإعلاميين يترقبون ما ستؤول إليه القمة غدا في ظل التطلع إلى اتحاد خليجي بإذن الله. تكون المنامة هي العاصمة التي ينطلق منها هذا الاتحاد، وكذلك إلى جانب الملفات التي ستناقشها القمة في ظل ما تمر فيه المنطقة حاليا من يعني سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وتطلعات كبيرة إن شاء الله لجميع الإعلاميين وجميع شعوب الخليج من هذه القمة. طبعا هذه القمة يعني الكل إعلامي يتطلع لها، الكل يريد يحضرها بما بأهميتها، سواء كان خليجيين أو إعلاميين عرب، ونرى هناك إعلاميين عرب متواجدين من كتاب وصحفيين، لذلك هذا يعطيك انعكاس أن القمة الكل يتطلع لها، لأن القمة اليوم تقام في مملكة البحرين بظروف استثنائية. هذه الظروف كما ذكرت لك هي بسبب الحروب والقلاقل والمطامع الخارجية على منطقة الخليج والظروف الاقتصادية الخيمة على منطقة الخليج. وأشار سعادة وزير شؤون الإعلام إلى تجهيز المركز الإعلامي بوحدات للتحرير الصحفي وشبكة متكاملة للاتصالات السلكية واللاسلكية واستديوهات للبث الإذاعي والتلفزيوني مجهزة بالمتطلبات الفنية عالية الجودة لنقل الصورة لجميع المهتمين بهذا الحدث الهام. 37 قمة دول مجلس التعاون الخليجي، 37 في البحرين،
تكتسب أهمية كبيرة جدا نظرا للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، سواء هذه التحديات الاقتصادية أو السياسية أو الأمنية. أكيد سيكون هناك قرارات متعلقة بهذا الموضوع، خاصة في الموضوع الأمني والتدخل الخارجي في الشؤون العربية. بالتأكيد سيكون هناك قرارات هامة جدا في هذا الموضوع. والصورة بكل سهولة عن طريق الهاتف النقال. نفس الشيء طبعا السلطنة تشارك ضمن دول الخليج بجناح ممثلة في وزارة الإعلام ووكالة الأنباء العمانية بمشاركة العديد من الكتب، طبعا من بعض الكتب من بينها كلمات وخطب جلالة السلطان ومسيرة الخير وكتاب عمان السنوي. بالنسبة لوكالة الأنباء العمانية تشارك بمجموعة من الصور عن مسيرة مجلس التعاون الخليجي، عن المقومات السياحية في عمان، وعن بعض الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر. سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أكد أن مملكة البحرين تتشرف باحتضان القمة الخليجية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في دورتها 37 والأجواء الإعلامية الأخوية المصاحبة لها، والتي تعكس عمق الروابط التاريخية في ظل ما يجمع دول المجلس وقادتها وشعوبها من وحدة الدين واللغة والدم ووشائج القربة والهدف والمصير الواحد والرغبة المشتركة في غرس المواطنة الخليجية والانتقال بمسيرة الخير والنماء والتعاون نحو قطف ثمار الوحدة الخليجية المباركة. اهتمام إعلامي كبير اكتظت به القاعات التابعة للمركز الإعلامي لتغطية الحدث الأهم والأبرز سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا، ألا وهو القمة الخليجية 37 والتي يحضرها قادة دول مجلس التعاون ويرتقبها العالم أجمع في ظل الأوضاع الراهنة. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.